بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 151: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوًا قديرًا، بإثبات صفة العفو. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قوله إن تبدوا خيرًا، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. هذه صفات الله على ما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. فالعفو اسم الله وهو على كماله وجلاله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم تب علينا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. فالله تعالى قادر على الانتقام ومع ذلك يعفو عن عبده سبحانه جل جلاله. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجاداً وإعداماً، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته جل جلاله، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال المعلق: تقييد عفو الله عنهم بالتوبة والإنابة فيه نظر، فإن عفو الله سبحانه قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله تعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، فلما خاض مع الخائضين حلف أن لا يحسن إليه. وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنهما، فلما نزلت هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطحاً، يعني وصل إليه الإحسان الذي كان يحسن. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقوله عن إبليس
فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. فنزل قول الله تعالى يقولون أي المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم جل جلاله، وقال وكان الله قوياً عزيزاً جل جلاله، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج الموحدين من النار. فعلينا أن نحقق التوحيد ولا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نخاف إلا الله ولا نرجو إلا الله جل جلاله. وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وفي صحيح البخاري رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام، نبي الله أيوب عليه السلام، يغتسل عرياناً لعله لم يكن عنده أحد، خر عليه جراد من ذهب. الله تعالى جعل جراد من ذهب يخر على أيوب عليه السلام، فجعل يحثي في ثوبه، جعل أيوب عليه السلام يجمع ذلك في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك عليه السلام. رواه البخاري رحمه الله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذا آلمك شيء من جسدك قل هذا الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يشفيك الله جل جلاله. قال المعلق رواه مسلم رحمه الله والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. قال المعلق الحق أن الصلابة لا يمكن القول بثبوتها لله عز وجل ولا بنفيه عنه لعدم ورود ذلك. الصلابة ما ورد في حق الله تعالى لا إثباتاً ولا نفياً. أما بقية المعاني التي ذكرها فيصح إثباتها لله: القوة بمعنى القوة، العزة بمعنى القوة، والغلبة والقهر. لكن قد يقول قائل إن كلامه الأول على معاني العزة من حيث هي وبيان اشتقاقها، ثم
إن الواجب إثبات ما يليق بالله من ذلك، وهذا قول محتمل لولا قوله وهذه المعاني كلها ثابتة لله، فإن التوكيد بكل ينفي احتمال إرادة البعض، والله أعلم. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالمقصود لفظ الصلابة لم يرد في حق الله لا إثباتًا ولا نفيًا، فلا نثبت ولا ننفي إلا ما ورد في الكتاب والسنة. قال: وتأتي بمعنى علو القدر، العزة تأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عزة يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تبارك اسم ربك، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، البركة دوام الخير وكثرته. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه تبارك وتعالى، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به أي ينزه عن كل نقص، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا جل جلاله، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب أي نفي النقائص، وهي نفي السمي أي لا مثيل له، والكفء لا كفء له أي لا مساوي له، والند أي لا معادي له، والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كل هذا الله منزه عنه. كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا أي مثيلا استحق مثل اسمه أي لا مثيل له جل جلاله، ويقال مساميا يساميه أي مفاخر يفاخره، فليس هناك مساميا يساميه، هو مالك الملك جل جلاله. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا
أي مثلا أو شبيها، أي لا مثيل له ولا شبيه له جل وعلا. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا أي مثيلا جل وعلا. وأما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، ليس له مساوي جل جلاله. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ أي المثيل المعادي. فالله عز وجل لا مثيل له ولا معادي له، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه أي يعاديه، ونفي ما يضاده وينافيه جل جلاله. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالاً من الواو في تجعل، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالاً وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئاً، بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرًا ولا نفعًا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم جل جلاله. وأما قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، المشركون يجعلون لله شركاء، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبًا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب، المؤمنون أخلصوا لله الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع أي مقسم بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. فالمؤمنون يحبون الله وحده جل وعلا محبة عبادة وتذلل. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبًا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. الحمد الثناء باللسان على النعمة وغيرها. فالله محمود على ما اتصف به من الكمال والجلال، كما أنه محمود على نعمه جل جلاله. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها وهو الله جل جلاله. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحداً من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، وهو الغني الحميد جل وعلا. ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرًا أي يعظمه تعظيمًا، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم، فالله منزه عن كل نقص وعيب جل وعلا. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض
تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح، يعني بلسان المقال، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. فجميع الجمادات تسبح الله بلسان مقالها، ولكن نحن لا نفهم ذلك. وقد قال تعالى مخبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وأما قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. قال المعلق: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه للواسطية: تبارك فعل ماضي مأخوذ من البركة، وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي. تبارك فعل ماض مأخوذ من البركة، وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد، أي قول بعيد. التبارك بمعنى الثبوت هذا بعيد، وإنما النماء المستمر، النماء هو الزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، نزل شيئا فشيئا. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف، تشريف له أنه قام بعبادة الله حق القيام صلى الله عليه وسلم. وللعالمين جمع عالم، وهو جميع، وهو جمع لما يعقل. واختلف في المراد به، فقيل الإنس، وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، النذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا
جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات التوحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين أي متساوين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه، كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثراً لإله واحد وهو الله جل جلاله. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، فالله رب العالمين جل جلاله لا شريك له ولا ند له ولا مساوي له جل جلاله. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق، وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه أي في حق الله من الأقيسة جمع قياس ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، فلا يجوز أن يقاس الله عز وجل قياس التمثيل لأنه ليس كمثل شيء، ولا قياس الشمول لأنه لا مثيل له ولا شريك له جل جلاله، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه جل جلاله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما قوله قل إنما حرم ربي الفواحش، إنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفادته الآية التي قبلها، والفواحش جاء
جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط عياذا بالله ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما والإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. وأما البغي